مساكم الله بالخير مشاهدينا، اليوم سبت وان شاء الله هالاسبوع باذن الله يعني نختمه بخير ونختمه كذي على شكل حلو. فحاب بس اقول لكم ان اليوم موجوده عندنا ضيفه حيل غاليه على قلوبنا وكنا ناطرينها من اسبوع تقريبا، فاليوم نورتنا. ولو ان ابو سعد يعني خير من ينوه عنها ويقول عنها، بس في عنده شيء غيره كذي بيخلصها على السريع حق طبخه اليوم ويبها لنا ان شاء الله. معنا اليوم ام محمد منيره الحاي، يعطيك العافيه. الله يعافيك، حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. شلون ابو العيال؟ ان شاء الله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فاليوم بتكون معنا منيره الحاي ام محمد، فراح تسوي لنا مطفي الزبيدي نفس ما وعدكم شيف سامي امس، راح تبدع فيه. كلنا ناطرين ابداعاتها اليوم، كلنا ناطرين سفرتنا لاخر الحلقه شلون بتكون. فقولي لنا ام محمد. طبعا اليوم ان شاء الله احنا بنسوي مطفي السمك. واحسن انواع الاسماك على اساس ان اذا بنسويها هي النقرور والزبيدي. لكن انا اقول ان ملك الاسماك هو الزبيدي. فنشوف ان طعمه يعني بالنسبه حق انه هو احسن من النقرور لما نسوي المطفي. حلو. اي اطالع مقاديره عندي اسمكه. أيوة. الزبيديه. أيوة. نحط معاها نص شده كزبره. أيوة. معاها شبنت، عندي ملعقه متوسطه من الثوم، طماط طري، وعندي البصل، وعندي البهارات، وعندي المعجون الطماط. هذه مقاديرها. وبعدين عندي الماي، وعندي التمر الهندي الصبار وهو أيوة. احنا منقعينه من اول ونخليه. أيوة. هذا بالنسبه حق المقادير. حلو. اي اول شيء ابتدي اني انا ابي ابهر عندي للسمكه الزبيديه. اي احط الزبيديه عندي الكركم، الكزبره، ومعاها شويه الملح، ومعاها شويه عندي الفلفل. أيوة. الاسود. حلو. ابتدي الحين شو اسوي؟ اي ابهرها. أيوة. من الداخل ومن برا. خلوا اوقف انا هناك علشان تاخذين راحتك ام محمد. تفضل. بعدين اي طبعا ما ابهرها وايد. أيوة. على اساس ان احنا عندنا شنو؟ بنبهر بنحط البهارات مره ثانيه. أيوة. مع المرقه، واني ابتدي احط عندي هم بعد السمكه من داخل ابهرها. يلي تحبون الزبيدي اليوم يومكم. شوف بدر سعد. عاد شوف بدر عاد. الله بخير يا جماعه. الله بخير. حياكم الله. يا هلا اختي ام محمد. حياك الله. انا هديتك مع بدر شوي. حياك الله. اشوف يعني شويه مثل ما تقولين يعني صار زين الحين. صار زين. صار زين. اي الحين احط شويه طحين من طبعا من فوق لتحت على اساس ان الطحين تحمي القشره من لما ابي اي اقليها ان هي تطلع. فابتدي طبعا وما احط وايد، لا احط شويه بس. زين يا سلام. مجرد خفيف. انا عندي تنويه بس اخواني. ام محمد من النوع اللي دائما بالدس تشتغل بايدها. فقلت لها انا عندي ممنوع ما عليك امور. فالحين شوفي دياتها يا حلوها. شوفني ماني قادره. ما شاء الله عليها. الحين ابتدي. زين ايش رايك؟ زين قبل اقليها تبينا بس اشغل شوي. بنسوي طبعا مع مطفي السمك عندنا بنسوي المشغول العيش مع الفرقاعه. زين بتقول لي شنو الفرقاعه؟ بقول لك لا لا انا عرفت بدر فيها سولفنا عنها. تعرفها. بدر الحين يعرفها. زي. اي طبعا الماي مطبخه. اي خليه طبعا يسلق. وانا عندي مغسله العيش من اول لمده نص ساعه. نعم. اني نخليه ينسلق الماي وبعدين نحط. الحين اصفيه من الماي؟ نصفيه من الماي ونحطه. انا بصير لك مساعد محمد اليوم. جزاك الله خير. العفو. انزين على ما يصفون. اي ابتدي نصفيه. اي ابتدي ام محمد. بس خندكر مشاهدينا بس على السريع بطرق التواصل معنا هني على برنامج سفرتنا. في عندكم الطريقه الاولى والاسهل انكم تطرشون سين او اس على رقم الشركه التابعه لها خطكم سواء فيفا 50129 زين 932 12 وطنيه 15 21. هذه ارقامنا اللي تتواصلون معنا فيها. في عندكم الطريقه الثانيه سفرتنا بالعربي او بالانجليزي على الفيسبوك، تسوون لايك وتتواصلون معنا على صفحتنا وباللي تامرون فيه. انزين احنا الحين نحط الزيت. ايوه. ونخليه طبعا ما اخليه على نار عاليه. أيه؟ على اساس انه ما تحرق لي عندي السمكه. نخليها على نار هاديه وبعدين احط السمكه وابتدي اقليها. وهم بعد لما اي بحط السمكه ما اخليها طبعا وايد لان الزبيدي ما ياخذ وقت. اذا اخذ وقت
تشوفها ان هي تنهري عندنا خلاص. ايه فمجرد ان احنا نقليها يعني كذي بالكويت يقول نقرم شويه بس من داخل النية بس عشان تكمل حاصل حاصل داخل. بس ايه ايوه الحين احط لك نحط الحين العيش العيش ايه. هو حتى قبل شوي لما قالت يعني يلدتها تنهري وكذي وهو حتى من انا صغير يعني الاحظ ان الزبيدي ما فيه القشر ما فيه ايه فمن كذي تشوفها ما في صفط يلا على ما تقلاها ايه شويه بس هو في صفط بس صفط ماله خفيف كلش ايه فعلى طول التاثر بالزيت الحار والحراره مشكلتي ودي احط لي اخر حبه كذي هذه اللي اقول اخر حبه هي اللي فيها البركه نعم اني نحط طبعا الملح نعم وهم بعد ما نحط الملح وايد جو تحطي هذا كله لا شوية خلي شوية بس أنت تحب الملح وايد إيه كله هي اللي هي اللي زفتني ترى قالت لي تحط ملح وايد أنا شخصياً أعترف على الهواء إن أنا ما أحب الزبيدي ترى ما تحب الزبيدي لا عيل إذا ما تحب الزبيدي عيل اليوم تبي اليوم بالوهق إيه إيه اليوم أنا أحب مصيري زبيدي ما تبي زبيدي خذرة إيه فاليوم أنا أتوقع يعني تفضلي من اللي قاعد أشوفه قدامي يمكن زين انا ما احب انه مو من هواة المطبق مو محمد بس اذا نبتدي عاد اقدر اساعدك ترى احنا هني شبينا الجوله ايه؟ النار بدات تسوي تحمى الطحين خلصنا منه خلصنا اي الحين ابتدي اجهز البصل واجهز الطماط بس ام محمد عشان انا جيتكم ايه؟ شوي دشيت متاخر هاي ايه؟ البهارات شرحتيها شنو هي اي حطيناها الكزبره والفلفل والكركم والملح ممتاز حطيناها كلها مع بعض وخلصنا منها خلصنا منها طبعا على ما تبيني انا اقصص لك الخضره قص وانا اقص الطماط اي على راحتك زبيديه زاهبه هني خليها ايش رايكم اقعد اي تفضل استريح طبعا تبينهم نفس الكميه قصهم مع بعض اي بس طبعا لما انت تقصها ما تقصها صغار صغار على اساس اكبرهم نكبرها شويه علشان نحافظ على القيمه الغذائيه ممتاز. لان كل ما قصصتها اصغر الزيئات الفيتامينات كلها نعم. تروح فاحنا ما نبيها تروح نعم. اوكي نص شدة نص شدة نص بنص اي اي شوف ابو سعد يعني السكين الصغيره اللي ماسكتها تقصص فيها اوه ياب لها انا ما اعرف مثلها انت تعرف الكبيره انا الكبيره ما اعرف لها الحين هي طلبت مني اقص بهالحجم شوفي عدل هالحجم كذي اي زين لان الجزيئات كل ما وصلت عندها السكينه كل ما فقدت قيمتها نعم. الغذائيه فاحنا ما نبيها ما نبي تفقد القيمه الغذائيه مو على اساس اني انا بس ابي احط الخضره نعم. لا لازم اني انا ابي استفيد منها هذا الكلام عيل التبوله ما فيها قيمه غذائيه كل ما فيها قيمه غذائيه اللي ايش يسمونه البقدونس مالها لازم يكون مفروم في للاخر اي في بعضهم لا يقصصونها تقول انا ما لي شغل اني انا اسويها صغيره نعم. ان علي اني انا بس بعد بصره وياك استفيد منها ليش الثانيه اقص الثانيه نفس الحجم طبعا نفس الحجم اي يعني في ناس حتى التبولة ما يقصون فيها البقدونس حيل لا لا لازم التبولة شكلها رسمي كذي لازم البقدونس مكتوب صغار شو هذا شكل ما نستفيد لأن هي تبولة فيها برغل أي الحين الطماط مالها بعدها الطماط لا أقصصها يقصون يشيلون السوائل مالته بس يأخذون الجزء اليابس في التبولة تدي والله ناس اليوم تبستانس إيه وايد أقول لهم خلنا أقول لكم مشاهدين ليش أنا حدي مستانس أول شيء إن أم محمد نورتنا من أسبوع كنا عاطينها والحمد لله أيوة الحمد لله الحمد لله على سلامة ريدك على الله الحمد لله على سلامة إن شاء الله ما أشوفك الله يسلمك الشيء الثاني أمس قبل الحلقة أبو سعد قال لي إذا أنت من هواة البطاط يعني كذي تقدر تسوي طبخة كذي حلوة سهلة إنك تحط بيبي بوتيتوز البطاط الصغير بالفرن وكب فوقه كذي شويه اول شيء تحط الملح الخشن ايوه بعدين تحط الفلفل الاسود بعدين تكب فوقه شيء شويه رشه زيت زيتون وخله بالفرن ايش كثر نص ساعه 25 دقيقه 25 دقيقه وتمتع بالطعم اي اليوم انصدم انه هو مسوي لي اياها مفاجاه بدون ما موجوده بالفرن الحين موجوده بالفرن إيه. نحاول ان احنا لما نقص الطماط نعم. هذه القشره اللي فوقها اول شيء إيه؟ ما اخذها لان هني إيه؟ يكون فيها تجمع إيه؟ فيها المكروبات فهم بعد اني انا شو اسوي اقصها استفيد منها حوالينها ونقطعها ونقطعها وبعدين ابتدي اقصصها دوائر بعدين صغار صغار
زين. بس في مطفي السمك ما يبي له وقت. نعم. مجرد انك بس تحط المقادير قدامك كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. هاي الطماطتين عندك؟ طماطتين. طماطم المعجون موجود. المعجون موجود. إيه؟ ترى الدهن نسبيا الحين حار. اي ابتدي الحين اذا انا ابي اعرف ان الدهن صار حار اقدر اني انا احط لي خبزه صغيره اذا شفتها فارت عرفت يعني انها هي مثلا شنو. انا اجيب هذه كذي بس ممتازه اي الحين نتفتح صورة. ابتدي نخر عن السوائل احطها شوي شوي. نعم. ونخليها ساعات الزبيديه تقوس وقت الطبخ بس هذا حق عليها. هذا حق بس اللي يعرفون يطبخون مو اللي يجربون لانه ممكن الدهن يعوره. الحين اقطيها كذي بحيث انه خلاص يعني عضله الزبيديه ترتخي مع الدهن. بعدين نخليها طبعا على ما تحبين نغطيها؟ نغطيها احسن علشان ما اذا كذي انا عندي شيء زين. عندي شيء زين هذا افضل بحيث انه لا يطشر دهن والبخار ايضا يروح برا. ما حطيتيني اقدر اساعدك؟ بس ما عندي شيء كل شيء جاهز. التمر الهندي طبعا احنا مجهزينه. نعم. اي الصبار احنا نسميه. نعم. وعندي اللومي المفروض اني انا لازم هم بعد اني افتحها بس. نعم. على اساس انه تدخل علي بس بالسوالف الماء يدخل فيها. نعم. اي وايد استانسون عليه انه على اساس انه اذا نضت ناخذ نعم نسوي العيش. اني نبتدي طالع الحين العيش. نعم. العيش طبعا انا ما اخليه ناضي ناضي وايد. لا هذا الحين ثلاث ارباع تقريبا. لا يبيله 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 مو ثلاث ارباع اكثر اقل. اي ابتدي ابي اقص بعد حق الفرقاعه. حق القص اعطيني انا محمد. انا اقص بس لازم انا قصرت عليها. شوف يا حلو القفص تشيل صغير بس نخليها طويله ما اخليها صغيره. تبينها كذي؟ اي ممتاز. تكون هذه ذاهبة مو سباق هو. قول السلايس هذا أسهل من الثاني. أوكي محمد بعدين خلاص هذا ما بس. الحين صارت صار كل شيء. أجهز المشخالة أنا ليش؟ إيه. إيه. أي أطالع يبي لها بعد شوية. ترى أنا عندي زبيدية أكبر شوي بسوي منها خثرة. آه. على بالي من نفس الزبيدية أنت. لا لا لا. يعني زبيدية أكبر هذه عشان المقلة ما تشيل. زين. بعد إذنك أم محمد أنا بشيك على العيش. طبعاً أنا أبي رأيك. يبي لها شوية بس. بس شوية. شوية. أنا خلاص أنا أطول عليها شوي وأشيل الغطاء لأن الغطاء يسوي رغوة. ساعات إحنا نحط الزيت. نعم. على أساس إنه يعطي. إيه؟ إذا تحبين نحط الحين إيه؟ ما يعطي لنا بعد عشان لا يتلصق. أحط شوية. ما يتلصق هو العيش إلا إذا تلصق المعكرونة يمكن هي تلصق. إيه؟ إيه؟ لا ساعي تلصق العيش. شو تحبين الحين؟ نحط شوية. شوية زيت. زيت. بس. ونخليه يطبخ على كيفه. هو قرب خلاص يعني أعتقد إنه.